السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. خلاص حد يشوف نفسه في البستان بتاعه زي كده ولا في الأرض بتاعته زي كده في الرؤية؟ خلاص ده دليل على الترابط والتفاهم بينه وبين الزوجة وانسجام ومودة وألفة ومحبة بينه وبين الزوجة. طيب ورؤية الشاي، رؤية الشاي خلاص بتدل على انه لو بيشرب الشاي ويحب الشاي مثلا كده، فهو دي عنده هواية بيحبها جدا وما يقدرش يستغنى عنها. يبقى احنا بنقول رؤية الشاي اهي خلاص. طب ورؤية احنا قلنا البستان، قلنا الزوجة. طب ما يحدث في البستان فهو كما يحدث مع الزوجة خلاص. اي ارتواء اي حاجة زي كده مثلا بيحضر ايه زي اللي بيحصل في البستان او في الحقل بتاعك او في الارض بتاعتك بين النخيل والاشجار وحاجة زي كده، هو ده اللي بيحصل مع ايه، ده اللي بيحصل مع الزوجة. طب والشاي بقى؟ الشاي ده حاجة انسان بيهوى شيء، هي مش وحشة مباحة يعني خلاص، ولكن ما يقدرش يسيبها خالص. طيب في حاجات تانية ايه الحاجات زي الاولاد دي مثلا، اطفال زي كده ربنا هيكرمه بحاجة يتزين بها في حياته. وجود الاطفال حواليك كده والبستان كده ده يعتبر زينة بيتزين بها في حياته. طب وشرب الشاي؟ ثواني. يا سلام كده الشاي، التلذذ بالشاي ده دليل على التفاهم العميق بينه وبين ايه، مش الزوجه، بينه وبين ايه، الهوايه. يعني في ترابط بينه وبين الهوايه دي جدا يعني. طيب احنا هنيجي مثلا للميه خلاص زي كده، ازازه الميه زي كده. فالميه الشرب دي ده ايه يدل على ايه؟ يدل على المحبه برضه والمواد. طب الشرب خلاص اذا شرب وارتوى فده دليل على اكتفاء حاجاته، او ربنا يكرمه بالزياده من الدخل او من المال اللي هو بيكفي حاجته كلها خلاص. طيب انا عشان ما اطولش عليكم، حاجه زي دي اداه الفلاح، ده دليل اداه الفلاح، ده دليل على ايه؟ على ان هو عنده صنعه بيسترزق منها وبيقتات منها، ده وجوده هنا. طيب قعدة الرائي في بستان كنزهة، ده دليل على ان هو ايه بيتعامل مع الزوجة تعامل مواد حلو، لكن مش متعمق، ما بيش وقت، مشغول في الشغل ولا، ولكن التعامل او الامور كويسة بس ما بيش تعمق مع بعضهم. طب لو كان هو في البستان بتاعه كعامل او بيعمل هو بنفسه في البستان، فده دليل على الكلام الطيب مع الزوجة خلاص، والتعمق والتفاهم في كل صغيره وكبيره وقاعدين مع بعض فترات طويله مع بعضيهم وفي محبه وموده بينهم وبين بعض. برضه عشان ما اطولش على حضراتكم، ارجوكم الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك خلاص، وعايزين المشاهده بقى. وربنا يكرمكم ويكرمنا واياكم ويجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.